أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان لهم الدين وبعد. أبنائي وبناتي الأعزاء، محاضرة اليوم بعنوان التفاوض الفعال Effective Negotiation. هل التفاوض الفعال مهم لمنظماتنا ولا لا؟ التفاوض الفعال كل المنظمات كما سبق القول، صغيرها كبيرها، محليها دولي منها، أي نوع من التفاوض تحتاج إليه. هل يمكن أن نستغنى عن التفاوض؟ لا، لا. التفاوض جزء أساسي من واجبات الإدارة العليا التي تقوم به خلال عمليات عديدة في المنظمة. محاضرة اليوم تتحدث عن التفاوض الفعال، كيف يمكن للمنظمة أن تحقق أهدافها من خلال التفاوض مع الآخرين، سواء كانت منظمات، سواء كانت منيئة، سواء كانت عقود، سواء كانت العديد من العمليات التفاوضية التي تتم في المنظمة. من الذي يقوم بذلك؟ الإدارة الموجودة في كل من هذه المنظمات. إذن التفاوض أبنائي وبناتي مهم جدا ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للمنظمة. تعالوا كما تعود نقاط الأي محاضرة بحيث ستة محاور. أول حاجة هنعرفها مع نظمة عملية التفاوض الأساسية.
حل قضية وأكثر يتنازع عليها الطرفان مع المحافظة على المصالح أو المصلحة المشتركة. دي كانت أهم النقاط الأساسية فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي تعريف عملية التفاهم. النقطة الثانية هي حصر أهم عناصر التفاهم. وهنا حقيقي هناك عدة عناصر نجملها في 5 يجب أن تتوافر كعناصر أساسية في عملية التفاهم. العنصر الأول درجة الانتفاع والاعتمادية المتبادلة بين الأطراف على التفاهم. لابد أن يكون هناك عملية اعتمادية متبادلة بين الأطراف التي دخل في هذا الصراع أو هذا الخلاف. العنصر الثاني لابد أن يكون هناك خلاف منظور بالفعل بين أطراف عملية التفاهم. العنصر الثالث تكافؤ الفرص لأطراف التفاوض. يبقى لابد تكون في موضوعية، في حياد، إن كل طرف يستطيع أن يعرض مشكلته وأهدافه وآراءه. تكافؤ الفرص لأطراف عملية التفاوض. العنصر الرابع احتمالات الاتفاق. إحنا بنعمل اتفاق من أجل المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق. يبقى احتمالات اتفاق على أطراف التفاوض بين أطراف التفاوض. ضرورة وجود ده العنصر الخامس والأخير. ضرورة وجود قوة إلزامية لتنفيذ نتائج التفاوض الموقعة. يبقى لابد أن تكون هناك قوة تجبر أطراف التفاوض، النقاط التي تم التوصل إليها لابد أن تلتزم بها الأطراف المتفاوضة. إذن هذه العناصر الخمسة فيما يتعلق بعناصر التفاوض: الانتفاع والاعتمادية المتبادلة من أطراف العملية التفاوضية، وجود خلاف حقيقي منظور بين أطراف عملية التفاوض، تكافؤ الفرص لأطراف عملية التفاوض، ثم ضرورة الاتفاق بين أطراف التفاوض، ثم ضرورة وجود قوة إلزامية لتنفيذ النتائج التي تم التوصل إليها في عملية التفاوض. لكن يوجد هناك تعريف آخر لعناصر عملية التفاوض. هناك من يحددها بأربعة عناصر وليست 5: الموقف والأطراف والقضية والهدف. الموقف، ويعتبر التفاوض هنا موقف ديناميكي حركي. الموقف الذي يتم فيه التفاوض هو موقف ديناميكي حركي، وهو موقف تعبيري لابد أن يكون موقف مرن، ويتضمن هذا عدة عناصر أهمها الترابط والتركيب وإمكانية التعرف المميز، ثم التعقيد وحنان الغموض، ثم الاتساع الزماني والمكاني. إذن لابد من ضرورة الإلمام الشامل بالموقف الذي يتم فيه عملية التفاوض. ده العنصر الأول. العنصر الثاني الأطراف، ونقصد بها أطراف عملية التفاوض زي ما قلنا، قد يكون طرفين أو 3 أو 4 أو 5 أو أكثر. فالتفاوض عادة يكون بين طرفين أو أكثر حسب تشابك المصالح لأطراف مباشرة أو غير مباشرة. تشكل قوة ضاغطة مؤثرة بالسلب أو الإيجاب في العملية التفاوضية. طبعا كل طرف له أهداف، كل طرف له زي ما قلنا عدة نقاط لتحقيقها، وبالتالي لابد أن ندخل في عملية التفاوض وكل طرف يدرك أن هذه العملية هي في النهاية لصالحه. بس خلي بالك كل طرف قد يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على عملية التفاوض. أما قضية لابد أن قضية معينة تمل عملية التفاوض، ما أن تكون ثانية أو خاصة أو سياسية.
من أجل منع تفاهم الخلاف وما ينتج عنه من أثر سلبي. لأن خلوا بالكم إذا لم تكن هناك مشكلة ولم نصل فيها إلى حل، قد تؤدي إلى نزاع، قد تؤدي إلى صدام، قد تؤدي إلى حرب، والعياذ بالله أحيانا حتى بين الدول. وأنا بتكلم عن الخلافات بين الدول بعضها البعض، ايضا قد تصل الى حده النزاع احيانا بين الشركات والمؤسسات بعضها البعض. اذا احنا محتاجين للتفاوض عشان نصل الى اتفاق نحسن التعاون بين الاطراف المتفاوضه، نمنع التفاقم او نمنع الاحتكاك والتصادم، وننزع زي ما قلنا فتيل الازمه او المشكله حتى نقلل من الاثار السلبيه لهذا الخلاف. النقطه الثانيه، ايضا هناك متطلبات لعمليه التفاوض ونحددها في 5 نقاط. أن عملية التفاوض تحتاج إلى حد أدنى من التعاون بين الأطراف المتفاوضة. إذن كل طرف يدخل في عملية التفاوض لابد أن يحدد أدنى من التعاون. أنا راح نتفاوض، يبقى لازم يكون في نيتي قدر كبير جدا من النية للتعاون. خلوا بالكم أنا في هذه المحاضرة أتحدث كأنك أنت أو كأن كل واحدة فيكم من أبنائي وبناتي عندها زي ما أقول قدرة على التفاوض وهي عضو. تخيل نفسك أو تخيل نفسك أو أنت تخيل نفسك أنك أنت عضو في فريق للتفاوض من الشركة بتاعتك، المؤسسة بتاعتك، الجهة بتاعتك عشان تحقق لها أهدافها. عشان كده أحيانا نتكلم فيها في معظم المحاضرة بصيغة المتكلم على اعتبار أنك أنت عضو في هذا الوفد التفاوضي. إذن المفاوضات تتطلب أول حاجة حد أدنى من التعاون الأطراف المتفاوضة. 2، النظر إلى المكاسب الاستراتيجية والفرعية. خلوا بالكم الاستراتيجية يعني بعيدة المدى، الفرعية يعني التكتيكية أو قصيرة المدى ومتوسط المدى. يعني فيه مكاسب تتحقق في المدى الطويل ومكاسب في المدى المتوسط والقصير. وتطلب الثالث، قد ينطوي التفاوض على تقديم تنازلات من أطرافه. لابد كل طرف يتفاوض يدرك تماما أنه أحيانا يجبر على تقديم تنازلات. بس خلوا بالكم هنا منذ البداية التنازلات يجب أن تكون في حدود المعقولة، وتكون زي ما قلنا في الأشياء الثانوية وليس الأشياء الأساسية أو الضرورية. العامل الرابع والمتطلب الرابع، كما تطلب التفاوض كعملية إنسانية معرفة بالأهداف وموقف الطرف المقابل. حتى من شروط بقى التفاوض الجيد أن نعرف الأهداف الموجودة عند إيه كعملية إنسانية. التفاوض ليس مكسب وخسارة. ليه كل الأطراف ما تكسبش؟ أنا أتصور أن عملية التفاوض مكسب لكل أطرافه حتى نتجنب ويلات هذه الخلافات وهذه النزاعات المحتدمة. ولا بد أيضا من معرفة موقف الطرف البديل، هل هذا الطرف البديل عنده استعداد للتفاوض ولا لا. العامل الخامس والأخير أو المتطلب الخامس والأخير، أن نجاح عملية التفاوض يعتمد على شخصية المفاوض نفسه، شخصية المفاوضين. وخلوا بالكم مرة أخرى درجة الثقة المتبادلة بين أطراف عملية التفاوض. لابد يكون في ثقة، لأن زي ما قلنا قبل كده أبنائي وبناتي وأذكركم ويليام أوش الياباني قال إن الثقة أساس النجاح في الإدارة في التفاوض في أي عمل نجريها. لابد أن يكون هناك ثقة متبادلة في بين أطراف عملية التفاوض. هذه المتطلبات الخمسة بالنسبة لعملية التفاوض. النقطة التالية، سمات الشخصية المفاوضين وأثرها على التفاوض. هي هنا يمكن القول ان عندنا 4 انواع للشخصيات المفاوضه، وهي المفاوض القولي الاول واحد واهم ملامحه. اذا انا وجيت قلت لك في سؤال اختياري وتعددي انه المفاوض القوي يتميز به انه يهتم بالنتائج، ده اول صفه عنده، انه يبحث عن الفرص والتحدي، ان لديه القدره على المواجهه. السمة الرابعة، إن لديه القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. هذا هو المفاوض القوي، وده أول أنواع المفاوضين، أول شخصية من شخصيات المفاوضين. يهتم بالنتائج، يبقى يهتم بالمخرجات بتاعة العملية التفاوضية التي تم التوصل إليها في النهاية، يبحث عن الفرص والتحدي في عملية التفاوض، لديه القدرة على المواجهة مع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، لديه القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
هذه هي أهم سمات المفاوض القوي. عندنا أيضا المفاوض المقنع الذي لديه قدرة بالإقناع للآخرين. عشان كده من أهم مميزاته أنه انفتاحي، يتعامل مع الكل ويسمع لكل الآراء، اجتماعي ودود. كلمة اجتماعي يعني له قدرة على التفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي. لديه قدرة وطموحات عالية، عنده طموح عالي. بس خلي بالك الميزة الثالثة أنه صارم وشديد، ولكن تحت غطاء اللطف والود. نعم يتميز باللين والشدة زي ما نعرف، يتميز زي ما قلنا أنه صارم وحازم، ولكن أيضا باللطف والود في التعامل مع الأطراف الأخرى. الميزة الخامسة، عنده قدرة على الإقناع وحسن الخلق. خلوا بالكم وهنا في ملاحظة، وهذا النوع من المفاوضين هو الأكثر خطورة على طاولة المفاوضة، أكثر خطورة على الأطراف الأخرى. يعني أنت لو تميزت أي واحدة فيكم أو أي واحد فيكم بهذه السمات عندما تكون أحد أطراف التفاوض بالنسبة للمؤسسة بتاعتك أو الشركة بتاعتك، إذن أنت تأكد أنك سوف تحقق أغلب المتطلبات بالنسبة للشركة أو بتاعتك أو المؤسسة بتاعتك. إذن هذا الشخص المقنع، المفاوض المقنع، الانفتاحي، الاجتماعي، الطموح، الصارم والحازم مع اللين واللطف، الإقناع اللي عنده قدرة على الإقناع وحسن الخلق، هو يعتبر من أفضل أنواع المفاوضين وأكثرها خطورة على طاولة المفاوضات بالنسبة للأطراف الأخرى. النوع الثالث، المفاوض الواثق من نفسه، يعني عنده ثقة بنفسه. هذا المفاوض يتمتع أيضا بخمسة صفات. أول حاجة يتمتع بالجدية، واثق من نفسه، عنده ثقة بنفسه. ولذلك حتى أي واحد فينا نتمنى بإذن الله تعالى يكون عنده هذه الثقة بالنفس. اعرف نفسك زي ما قلنا، واعرف إيه قدراتك وإمكانياتك وما هي الأشياء التي تتميز بها عن الآخرين. وزي ما قلت لحضركم قبل كده، كل واحد ربنا جعل فيه سكيلز معين، مهارات معينة، وكل واحد قادر أن يكتشف هذه الأشياء بنفسه وينميها ويطورها. إذن أول صفة في المفاوض الواثق أنه يتمتع بالجدية، يمكن الاعتماد عليه. يعني لو كلفك مديرك بأي شيء وانت عندك ثقة بالنفس يعتمد عليه، تستطيع أن تنفذ هذه الأشياء. يقاوم التغيير المفاجئ، لو في أي تغيير مفاجئ يقاومه، يتمسك بأعضاء الوفد، يتمسك بما تم التوصل إليه، يقاوم التغيير المفاجئ. ينشر ويشيع جو من الارتياح، يعني يعمل بهجة في الاجتماع، بلاش لا قدر الله كل الاجتماعات تبقى عبوسا قمطريرة، كلها نكد، كلها لا قدر الله ضنك، كلها يعني استغفر الله تبقى فيه ضغوط. لا، هناك جو من المرح، جو من الارتياح. إذا كان المفاوض كل واحد يثق بنفسه، تأكد أنه فعلا يمكن أن يكون هناك جو من الارتياح أثناء عملية التفاوض. يستمد ثقته من ماضيه في اتخاذ القرار، إذن يعتمد على الخبرة. إذن المفاوض الواثق ده لديه خبرة، وعشان كده بيستمد هذه الثقة من ماضيه في اتخاذ القرارات. إذن هذا الماضي وهذه الخبرة تشجعه بالفعل أنه يتخذ قرارات بإذن الله تعالى تكون في صالح المؤسسة بتاعته أو الشركة بتاعته. آخر نوع من المفاوضين، المفاوض المتردد. وللأسف أتمنى ألا يكون أي حد من هذا النوع. أول حاجة للأسف يفتقر إلى الثقة، ما عنده ثقة بنفسه، يحتاج إلى غطاء يحميه، دائما عاوز يبقى سبورت، حد يدعمه، زي بعض الأشخاص اللي قاعد في مؤتمر وفي واحد وراه قاعد جنبه وخلفه يلقنه الكلام أو الحديث أو معلومة. ده متردد. المفروض يبقى الإنسان واثق من نفسه وعارف هو جاي للهدف من هذا التفاوض، من هذا المؤتمر، من هذا الاجتماع. غالبا ما يكون الشخص أو المفاوض المتردد ده انطوائي، يعني نزال عن الآخرين، طب ده ينفع في التفاوض؟ إذن نصل إلى الخاصية الرابعة والأخيرة، وهي كثيرا ما يفشل تحت ضغوط التفاوض. للأسف مثل هذا النوع من المفاوضين لا يحقق لمنظمته الأهداف المطلوبة. عشان كده يجب أن نبتعد كثيرا عن هذا النوع من الأشخاص الذي يمكن أن يشارك في وفد التفاوض. النقطة التالية بعد ذلك، مراحل أو خطوات عملية التفاوض. وإحنا هنا حقيقي بأمانة
ممكن أنا حددت 7 مراحل لعملية التفاوض. المرحلة الأولى مرحلة البدء في عملية التفاوض والمفاوضات، بس قبل ذلك أيضا لابد نحدد المعلومات المتاحة. خلوا بالكم عن المشكلة وعن الخلاف الذي من أجله بدأ عملية التفاوض. مرحلة البدء دي هي أول مرحلة، بس نكون جمعنا أكبر قدر من المعلومات الحديثة عن هذه المشكلة أو تلك التي من شأنها نبدأ عملية التفاوض. المرحلة الثانية عملية التفاوض والاتفاق على جدول الأعمال. لابد يكون عندنا جدول أعمال حتى في الاجتماعات البسيطة أبنائي وبناتي، يكون عندنا جدول أعمال. في اجتماع مجلس القسم مثلا العلمي بالكلية أو بالجامعة أول حاجة نعملها، أو اجتماع الشركة، إدارة الشركة، إدارة المؤسسة، لابد يكون في جدول أعمال عندنا. احنا أول 1 2 3 4 خطوة خطوة، خلصنا الخطوة الأولى النقطة الأولى نبدأ في الثانية وهكذا حتى نصل منذ البداية إلى النهاية وإحنا محددين النقاط اللي سوف نتحدث فيها. وأحيانا نضيف كلمة وما يستجد من أعمال، يعني ممكن أثناء الجلسة يجي أمر طارئ ممكن ندخله في جدول الأعمال، وهذا استثناء من القاعدة. لكن لابد يكون عندنا في عملية التفاوض جدول الأعمال وتقديم المقترحات. المرحلة الثالثة المباحثات والاستعداد للمناقشة والحوار. كل طرف لابد يكون عنده من أطراف التفاوض لابد يكون عنده الاستعداد للمناقشة والحوار. جه من أجل الدخول في عملية التفاوض، من أجل الدخول في عملية حوار ومناقشة، من أجل التوصل زي ما قلنا أو تفادي الآثار السلبية لعمل هذه المشكلة أو تلك. المرحلة الرابعة استخلاص اتجاهات وموقف الطرف الآخر وتلافي المأزق، تلافي لا قدر الله الصدام، تلافي تصاعد المشكلة. أنا بعمل هذا الاتفاق وهذا التفاوض من أجل تلافي المشكلة، من أجل عدم تصعيد هذه المشكلة وتجنبها بقدر المستطاع. المرحلة الخامسة وهي تقديم اقتراحات متفتحة، يعني مقترحات أكثر إيجابية، مقترحات أكثر استفادة لكلا الطرفين. المرحلة السادسة ودي قبل الأخيرة المساومة، وأنا أتصور إن مرحلة المساومة دي مرحلة مهمة جدا قبل التفاوض. كل طرف يبدأ في مساومة الآخر، حتى لو كانت بالنسبة للأسعار، بالنسبة للشركات، بالنسبة للموارد الأولية، بالنسبة للتعاقدات أحيانا من بعض الأشخاص، إذا كانت بإدارة شؤون الأفراد أو الموارد البشرية. المساومة دي نقطة مهمة جدا في أو مرحلة مهمة جدا في عملية التفاوض لكلا أطراف عملية التفاوض. والمرحلة السابعة والأخيرة إقفال باب المناقشة والوصول إلى اتفاق إن شاء الله. هذه هي المراحل السابعة التي سوف نتناولها بشيء من التفصيل في الصفحات التالية. تعالوا كده نشوف أولا المرحلة الأولى، مرحلة الإعداد للبدء في التفاوض. هذه المرحلة هي عبارة عن 13 خطوة. طبعا أنا ما أطالب، لا أطالب أحد فيكم بمعرفة هذه الخطوات، ولكن نمر عليها مرة الكرام. ما هو موضوع التفاوض أو المشكلة الواجب حلها؟ ده احنا قلنا قبل كده أبناء وبناتي في محاضراتنا السابقة إن معرفة المشكلة وتحديد أسبابها هو نصف الحل على الأقل، أو 75% من الحل، أو هناك من يرى أنها 90% من الحل، أو هناك البعض يرى أنها كل الحل. إذا لابد أول ما نبدأ في التفاوض نكون عارفين ايه المشكله اللي عايزين نحلها، ايه القضيه. احنا قلنا عليها في اول عناصر عمليه التفاوض، القضيه هي عنصر مهم الذي من اجله بدانا عمليه التفاوض. النقطه الثانيه الاتفاق بين الطرفين عند التفاوض. اذا كل الاطراف التي تدخل في التفاوض لابد تكون وافقت على مبدا التفاوض في الاصل قبل الدخول فيه. ثم اختيار الوفد المفاوض لحد الادوار، لابد الوفد بتاعنا كم شخص، ومن هم الأشخاص الذين سوف يقومون بالتفاوض، وما هو دور كل شخص عملية التفاوض. لكله خلوا بالكم من حدث الخطوة الأولى، من هو الطرف الآخر، من اللي بيفوضني، كم عدد أعضاء هذا الوافد، من هم هؤلاء المفاوضون. النقطة الخامسة موعد ومكان التفاوض، احنا نتقابل فين ونتفاوض فين، لابد من تحديد الزمان والمكان، هناك ديدلاين لعملية التفاوض. النقطة السادسة استقبال الوفد المفاوض استقبالا لائقا، ايا كانت الخلافات اثناء عملية التفاوض قد يكون عدو لازم اتفاوض معاه، بس لابد ان يكون هناك احترام عندما نتقابل، كل منا يحترم الاخر. استقبال الوفد المفاوض استقبالا لائقا، زيارة تعارف مع الطرف الاخر قبل الاجتماع الاول زي ما احنا قلنا عليه، نقول لك فنجان قهوة قبل عملية التفاوض، استراحة قصيرة
قبل عملية التفاوض. جدول الأعوال وبدء التفاوض التي ستحكم الجلسات لابد يكون معروف. ثم النقطة التاسعة مسألة التوقيت، ديدلاين بتاع التفاوض. ما تروحش كده تقول التفاوض لمدة شهر، التفاوض لمدة أسبوع، الاجتماع مفتوح، هذا لا يصح. أيا كان نوع التفاوض لابد أن يحدد بتوقيت معين، خاصة في المخطط التجارية والاستثمارية التي تهم معظم الشركات التحديد. النقطة العاشرة في المرحلة الأولى أيضا تحديد الأهداف وأولوياتها. احنا عارفين أبناء وبناتي لابد من تحديد الأهداف الخاصة عن التفاوض وأولوياتها، يعني الهدف المهم ثم الأقل أهمية ثم الأهداف الثانوية وهكذا. إزاي تحديد الأهداف بدقة وأولوياتها والحدود الدنيا والقصوى، وكذلك بالنسبة لأهداف الطرف الآخر لابد تكون معروفة أيضا. الأبحاث، يعني إيه؟ إن قبل ما نبدأ عملية التفاوض يجب أن نحتفظ بالبحوث والأوراق التي نشرها تبسط الموضوع أو المشكلة. يعني لابد نعمل أبحاث وإجراءات، وأيضا نكون نتخذ جمع كل المعلومات التي تهم قضية التفاوض والتي تتم من خلالها رسم الخطة التي تتم من خلالها التفاوض. ثم النقطة الثانية عشر، لابد أن يكون عندي استراتيجية، يعني رؤية، يعني فكر، يعني وسائل يمكن أن تحقق عن طريقها الأهداف. ويتم وضع استراتيجيات رئيسية واستراتيجيات بديلة وتكتيكات يمكن استخدامها عند اللزوم. يعني عاوز أقول لك تقول لك استراتيجية طويلة المدى، استراتيجية قصيرة المدى، تكتيكات مرحلية، يعني ممكن زي ما نقولها، أو سياسات فرعية يمكن أن تكون في بدائل. ما ينفعش نكون رايح داخل عملية التفاوض ونقول الحق هذه الأهداف لا بلاش هنسحب عملية التفاوض، يبقى أنت هتضيع عملية التفاوض كلها التي بدأناها بعد أن مشقة كنا نلتقي الطرفين المتفاوضين. النقطة الثالثة عشر في المرحلة الأولى وهي التأكد من توافر الصلاحيات لدى الطرف الآخر. يعني لازم تكون عارف الطرف الذي يتفاوض معك هل عنده صلاحيات بالفعل للالتزام بما تم التوصل إليه، وعند القدرة على تنفيذ ما تم التوصل إليه ولا لا، ولا يقول لك أنا جاي مجرد ممثل لكن ليس عندي صلاحيات، هذه مشكلة. يجب أن يكون هناك زي ما قلنا تأكد من الصلاحيات الموجودة لدى أطراف التفاوض. هذه هي أهم النقاط في المرحلة الأولى من عمل التفاوض. نأتي بعد ذلك ثانيا وهي الاتفاق على جدول الأعمال في المطار. وهنا عندنا 8 نقاط. الاجتماع الرسمي الأول، وده لابد أن يتناول عدة نقاط. نتعود أبنائي وبناتي في أي اجتماع عندنا تجهيز المكان، تبادل التحيات، الاتفاق على جدول الأعمال، ثم قد ترفع الجلسة نتلو بعض المطارات والتعارف قبل العمل، وندخلش على طول مباشرة في التفاوض. فيه جلسة تعارف نتعرف على بعض، تخصصاتنا، توجهاتنا، نتعرف بالأسماء. ثم النقطة الثانية الآراء والمقترحات الواضحة، المعالم والمحدد الأهداف قد تساعد للوصول إلى أهداف إيجابية بسرعة. إذن لابد يكون كل واحد آراءه ومقترحاته واضحة المعالم ومحددة الأهداف، لأن ذلك يساعد على تحقيق الأهداف الإيجابية بسرعة وسهولة. النقطة الثالثة الطرف الواضح من أطراف التفاوض وصاحب المقترحات المدروسة، وعاد المتحكم زمن الأمور طبعا، اللي عارف أهدافه إيه وعارف رؤيته إيه وعنده أبحاثه وعنده معلوماته، هو الذي يستطيع أن يمسك زمن الأمور، والمتحكم في المعلومات، والذي يعرف أبعاد هذه القضية. النقطة الرابعة تقديم أكثر من بديل المقترحات. زي ما احنا قلنا لابد كل واحد فينا يكون أكثر من بديل عنده لأي مشكلة لأي حل، ولكن بصيغ مختلفة مع إظهار تفاهما لمصالح الطرف الآخر. يعني عندي أكثر من بديل بشكل أو بآخر بطريقة مختلفة مع إظهار تفاهم لمصالح الطرف الآخر. النقطة الخامسة التشدد في المشكلة وفي المطالب العامة والتسامح في الخصوصيات. احنا قلنا في البداية أبنائي وبناتي لابد كل طرف يعرف أنه ممكن يقدم تنازلات، بس زي ما قلت لحضراتكم في الأشياء الثانوية في خصوصيات وليس في المشاكل العامة أو المطالب العامة بالنسبة لهذه القضية. النقطة السادسة التوقيت مهم جدا، وكذلك العمل في إطار جدول المفاوضات. لابد يكون فيه جدول، جدول الأعمال لابد أن يحترم. وعشان كده أبناء وبنات لو أنت نظرت لأي مؤتمر لأي مفاوضات لأي اجتماعات تجد فيها جدول الأعمال كل محدد، وفي رئيس جلسة، من هو المتحدث في كل جلسة، ومن هو رئيس الجلسة الذي يستطيع أن يدير هذه الجلسة باقتدار، ولابد يكون أن يكون شخصية له خبرة سابقة في هذا المجال. المعلومات والبيانات أساسا مهم
للنجاح داخل قاعة المفاوضات. خلوا بالكم، إذن المعلومة مهمة جدا. اللي عارف بأبعاد المشكلة، البيانات المتاحة عنها، الأبحاث اللي تم إجراءها في هذه المشكلة، معرفة أي معلومات نحتاج إليها وأين نجدها وكيف نستخدمها، ده مهم جدا لنجاح عملية التفاوض. المرحلة الثالثة المباحثات والاستعداد للمناقشة. وهنا عندنا 13 خطوة. أول حاجة إعطاء الطرف الآخر انطباع مريح وإيجابي، يبقى أنا ننفر من الطرف الآخر. توضيح أنك تريد الوصول إلى حقيقة إلى اتفاق، أنا لازم أوصل معلومة للطرف الآخر للتفاوض معايا أن أنا بالفعل جئت من أجل الاتفاق وليس من أي شيء آخر. لتكون الشروط عند بدء التفاوض صعبة، ثم نبدأ في تقديم تنازلات صغيرة. نتجنب مقاطعة الطرف الآخر ومهاجمته أو لومه، اتركه يعرض رأيه ودون ملاحظاتك لترد عليه في الوقت المناسب. استخدم الأسئلة بنجاح في أهدافك. التكلم عند الضرورة فقط والإنصات فيما يجب استخدامه بعناية. وطبق القاعدة المعروفة أبنائي وبناتي، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أحيانا بيبقى السكوت مهم جدا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان المفروض يسمع أكثر مما يتكلم. عشان كده ربنا جعل لكل واحد فينا أذنين، لكن اللي جعل له لسان واحد، وكمان جعل اللسان هناك أكثر من باب يتحكم في هذا اللسان. اللسان مشكلة كبيرة جدا لكل واحد فينا، لكن الأذن أحيانا أنت بتقدرش تقفل أذنك إلا إذا جبت سدادة وسدت ودنك. أحيانا السمع مهم جدا في عملية التفاوض. التكلم عند الضرورة فقط والإنصات، وما قالكش الاستماع. الإنصات زي ما قلنا يفوق الاستماع أبناء وبنات، وقد خدتوا هذا في بدء الاتصال ومرة الاتصال عندما مر علينا أيضا في الحديث. الإنصات هو السماع بتدبر وتمعن وتفكير وفهم، لكن مش مجرد استماع للآخر. النقطة السادسة، يجب ألا تلزم نفسك بأي وعود في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى ما تقولش والله هنعمل واحد اثنين وثلاثة، لا، دع الأمور تجري على عنتها وكل يتفاوض، ثم بعد ذلك نحدد فيما بعد ما يجب الالتزام به من قبلك في عملية التفاوض. النقطة السابعة، لا تحول المباحثات إلى جدل ومهاترة. يعني باش المباحثات يبقى فيها تهريج، يبقى فيها هزل، يبقى فيها نقاش عقيم. ادفع الطرف الآخر لتبرير طلباته ومواقفه والمواضيع المطروحة باستمرار. تسعة، ميز بين الآراء. خلي بالك النقطة دي مهمة، ميز بين الآراء والوقائع والحقائق. لابد تفرق بين الرأي والوقائع الموجودة كواقع، ثم الحقائق اللي موجودة أيضا. النقطة العاشرة، المقترحات يفضل أن تكون مكتوبة. ما ينفعش تقول مقترحات كده شفهية، لا، دون، سجل هذه الأشياء. قد تفضل تأجيل القضايا التي عليها خلاف على الأقل في البداية. يعني ما نبدأش لا قدر الله أول حاجة بقضايا الخلاف، لنشوف الحاجات المشتركة بيننا حتى ما يكون تصلح بين اثنين. ما تبدأش لا قدر الله بالخلافات اللي بينهم. ده احنا ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا أجاز الكذب في ثلاثة مواضع. عندما يؤسر الجندي في الجيش من حقه يكذب على الأعداء. عندما الإنسان يريد أن يصلح بين اثنين أيضا أجاز له الكذب، هذا الكذب الأبيض. عندما الإنسان ممكن أنا أقول لزوجتي حاجة، أنت أجمل الجميلات، أنت زليخة هذا العصر والزمان، طبعا ده هذا ليس له تأثير، مش عشان تستمر الحياة أبناء وبنات. لكن الكذب حرام، والمؤمن لا يكون كذابا. النقطة الثانية عشر، المبادرة بالسلوك التعاوني ستساعد على إيجاد الثقة المتبادلة. النقطة الثالثة عشر، اجعل الطرف الآخر يشترك في عملية تبرير تؤدي إلى وجهة النظر المناسبة لك في النهاية. يعني ده الطرف الآخر الحرية في إبداء رأيه وإبداء تبريراته والتعبير عن أهدافه وآرائه، كل ذلك أيضا يساعد في عملية التفاوض. المرحلة الرابعة، استخلاص اتجاه الطرف الآخر وتلافي المأزق. أنا مش عاوز أبدا لا قدر الله يحصل الصدام ونعمل فركش كل واحد يروح لحاله. في هذه المرحلة ركز على النقاط الآتية. بعد الجلسة الأولى والثانية يفترض أن لديك فكرة واضحة عما يريده الطرف الآخر. أنا كونت فكرة عن حاجات وآراء الطرف الآخر وعن الأساليب المناسبة للسيطرة على النقاش. أنا أي طريقة نستخدم، أي استراتيجية، أي وسيلة مناسبة هي الأفضل في هذه المفاوضات. النقطة الثانية، يجب توضيح جميع المعلومات لتلافي الإحراج في الموضوعات الشائكة. تجاوز عن التناقضات البسيطة، أي خلافات بسيطة نتخطاها، تخطى. هل هناك تقدم في صيغة النقاش؟
وهل يتجاوب الطرف الآخر في هذه المفاوضات ولا لا؟ النقطة الرابعة، يجب معالجة الأخطاء أثناء المباحثات. لو في أخطاء ما نتركهاش ونخليها نهاية الجلسة. أثناء المباحثات أولا بأول، زي ما أقول لك عالج أولا بأول، والإصرار على تحقيق الأهداف التفاوضية. احنا عاوزين نقدم زي ما قلنا مقترحات جديدة تساهم في التقدم في المفاوضة. النقطة الخامسة، اعرف حدود التسوية عند الطرف الآخر، ما هو الحد الأدنى عنده، وأظهر اهتمام مخلصا ومشجعا بمصالحه. ما تتجاهلش مصالحه وآراء يا أخي عشان تصل إلى اتفاق، وهو كذلك. ستة، تبين مدى إصرار الطرف الآخر على رأيه، هل متمسك بهذا الرأي ولا عنده ممكن إمكانية من المرونة والتسامح، وهل هذا الإصرار حصيلة ثقة بالنفس أم لا. اصغ وتابع الإشارة من الطرف الآخر، وخلي بالك هنا الإصغاء وليس الاستماع. كان قال لك ممكن استمع، لكن هنا الإصغاء بتدبر بإمعان، وتابع الإشارة من الطرف الآخر، وحاول أن تطلب المزيد من التوضيح في أي مسألة خلية. النقطة الثامنة، التسويف والمماطلة قد يعني عدم سعي الطرف الآخر للحل. شفت أن الطرف الآخر بيسوف، يعني يؤجل يماطل، ده للأسف يبقى عنده استعداد قليل جدا أو ليس عنده استعداد للحل. أجل المباحثات واترك الفرصة للقاء آخر. إذا أنت شفت الطرف الآخر بيسوف ويماطل ومش عاوز يصل إلى حل، لا تضيع الوقت، أجل المباحثات ثم أترك الباب مفتوحا، باب الموارب زي ما نقول، واترك الفرصة للقاء آخر. المرحلة الخامسة هي تقديم اقتراحات متفتحة، وفي هذه المرحلة هناك سبع خطوات. أول حاجة، شخص مخاوف الطرف الآخر، الطرف الآخر اللي بدأ تشعر أنه متخوف من إتمام المفاوضات. شوف هذا الطرف إيه المخاوف اللي عنده، نكشفها، نحدد أهدافه وأولوياته، إمكانية تنازله عن مواقفه التفاوضية، قد إيه ممكن يتسامح في هذه المواقف وهذه الآراء المتمسك بها. إعادة النظر في الأهداف الأولى التي طرحت على مائدة المفاوضات والمقارنة بين المطلوب والممكن. خلي بالك، لا إحنا عن المفاوضات والسياسة هي فن الممكن، وأعرف كده منذ البداية. من يقدم تنازلات مبكرة أميل فيما بعد أن يظهر تعاونا. النقطة الرابعة، من يسأل في البداية عن المزيد ويقدم القليل عادة ينتهي بالحصول على الكثير وتقديم القليل. هذه قاعدة مهمة في التفاوض. النقطة الخامسة، هل هناك ما يكفي لتبرير إعداد مقترحات جديدة ولا لا؟ ما هي التنازلات التي تنتظرها من الطرف الآخر؟ الطرف الآخر ده إيه التنازلات التي يمكن أقدمها؟ وما هي التنازلات التي ستكون مستعدة أنت ضمنا لمنحها للآخر؟ وماذا يريد الطرف الآخر بالمقابل؟ إحنا قلنا التفاوض ليس مكسب وخسارة، هذا المبدأ مرفوض زي ما نعرف إن شاء الله في عملية المساومة. النقطة السابعة، عند استخدام استراتيجية الموقف الأقصى تشددا، كن حريصا وماهرا في الاتصال وترتيب طلباتك القصوى وتنازلاتك الدنيا، فالطرف الآخر قد يتخذ موقفا مشابها رافض. يعني لابد تكون عارف إيه مدى التشدد بتاعك قد إيه، وأيضا التنازلات اللي ممكن تقدمها قد إيه، في حدود قد إيه منذ البداية، فالطرف الآخر قد اتخذ نفس المواقف اللي أنت بتفكر فيه وفكر فيه أيضا. عشان كده لابد أن تكون ماهرا في الاتصال وترتيب هذه الأشياء. المرحلة السادسة، وقلت لحضراتكم هذه المرحلة مهمة جدا في البداية، هي مرحلة المساومة في عملية التفاوض. وهنا في تسعة نقاط لابد أن نأخذ بالنا منها كويس أوي. أول حاجة، الاستراتيجية السائدة في عملية التفاوض هي الكسب المتبادل. لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. استراتيجية مطلوبة لنا جميعا، أننا فعلا نكسب ونكسب الطرف الآخر. اثنين، يجب أن يعرف الطرفان بموقف كل من هو صدر القضايا المطروحة، نقاط الاتفاق والاختلاف. وخلوا بالكم نبدأ بنقاط الاتفاق وننتهي بنقاط الخلاف اللي احنا بنصدها في عملية التفاوض. ثم القانون العام للمساومة، إن لكل عرض ومقترح شرط. بس خلي بالك احنا بنطبق ايه، لا تعطي اي تنازل الا بشرط. انت تكون بعمل التفاوض، لا تعطي اي شيء الا بشرط. لا تتنازل عما لك حق فيه، لو هذا حقك لتتنازل فيه وتشدد فيما ليس لك حق فيه قبل الاخر. خمسة،
قارن مسبقا ما تريده من الطرف الآخر، لابد أن تعرف إيه الهدف الذي يمكن أن تحققه من هذه المفاوضات مقابل تنازلات تقدمها. يبقى أنت عارف أنت هتقدم إيه، تتنازل عن إيه، وتحقق إيه من أهداف قبل دخول التفاوض. وخلال المناقشة اعطي إشارة لما يمكن التنازل عنه مقابل الحصول على المزيد من الموافقات على مقترحات حتى تصل إلى الاتفاق المطلوب. النقطة السادسة أيضا في عملية المساومة، قدم مقترحاتك مكتوبة زي ما اتفقنا. إذا كانت ردود الأفعال الطرف الآخر إيجابية، اكتب مقترحاتك مقرونة بتنازل الطرف الآخر. أنا قدمت اقتراح والطرف الآخر قدم إيه أيضا اقتراحات أو تنازلات، ثم سجل ودون هذه الأشياء. احصر كل الفقرات التي لم يحصل عليها الاتفاق واستخدمها كأدوات ضغط على الطرف الآخر. شوف إيه نقاط الخلاف اللي ما زلنا نختلف عليها في المفاوضات بتاعتنا، وسجلها واستخدمها لذلك في عملية التفاوض المتبقية في عملية التفاوض. إذا رأيت ضغطا من الطرف الآخر فلا مانع من إثارة موضوعات سبق الاتفاق عليها. زي ما قلنا عندما يصل الاتفاق إلى نقطة انشداد زي ما قلنا نبدأ نذكر بعملية اللي احنا الحاجات متفقين عليها. احنا عندنا اخوانا نقاط اتفاق 1 2 3 وتم الاتفاق لسوتها عند حتى تنظم افكارك من جديد. يبقى نبدا بقولنا نشوف نقاط الاتفاق ونحاول قدر المستطاع ان نتوصل الى اتفاق فيما يتعلق بنقاط الاختلاف. النقطه التاسعه والاخيره في مرحله المساومه، في حالات الاختلال موازين القوى، نقطه في غايه الاهميه. اذا كان هناك اختلال في موازين القوى، يعني طرف قوي وطرف ضعيف، فان الميل الى المساومه او نحو المساومه يضعف. اذا كنت انا مثلا بعمل اتفاق او مساومات بين شركه متعدده الجنسيات عابره للقارات وشركه وطنيه لها فرع واحد في الرياض او فرع واحد في الدمام او فرع واحد في الخبر، هل بالله عليكم يبقى عمليه الاتفاق هنا فيها ميل الى المساومه؟ اقول لك لا، يضعف الميل الى المساومه. لكن لو كانوا اطراف التفاوض في مركز قوى متساوي غالبا ما يزيد الميل نحو المساومة. لنبحث عن مجالات أخرى للالتقاء في المصالح. دي كانت أهم النقاط الخاصة بعملية المساومة وحالة المساومة. النقطة السابعة والأخيرة هي إقفال باب المناقشة ووصول الاتفاق. زي ما اتفقنا، 1 دون النقاط التي تم الاتفاق عليها بالتفصيل، سجل، ودون النقاط التي ما زالت في حاجة إلى تفسير قبل وضع المسودة. يعني النقاط اللي اتفقنا عليها والنقاط اللي ما زالت محل نقاش أو خلاف حتى هذه اللحظة. يجب تقرير متى تريد إيقاف المفاوضات، إذا قمنا في ديدلاين لبداية المفاوضات ونهايتها. قيم الموقف الإجمالي استعدادا للاتفاق النهائي. لابد نشوف عندي رؤية، نستشرف الوضع الحالي في المفاوضات، إنه بالفعل أنا وصلت لفين وقدامي قد إيه. حاول أن تأخذ موافقة الطرف الآخر على مسودة الاتفاقية قبل مغادرة قاعة الاجتماعات. لابد من التوقيع على هذه الأشياء التي وصلنا إليها. حاول أن تتفق على كافة الفقرات وأن يكون الاتفاق مكتوبا. ما ينفعش الاتفاق شفهي يا أبنائي وبناتي. في حالة الإخفاق اترك الباب مفتوحا مواربا زي ما نقول. يعني بقدر الله رضنا فشلنا في المفاوضات، هل نغلق باب المفاوضات ونقول الاختلاف إلى يوم القيامة أو لا؟ دع الباب مفتوحا يا اخي، اترك الباب مواربا زي ما قلنا للقاء اخر، لجلسات اخرى، مفاوضات اخرى قريبا ان شاء الله. في الجلسه الاخيره عندما تنجح المفاوضات تبادل مع الطرف الاخر الكلمات اللازمه، كلمات الاحترام والتحيه، وتمنى استمرار التعاون لما فيه خير الطرف. لابد ان يكون زي ما بدانا المفاوضات بترحاب وبتفاوض وباحترام وبتقدير وبحسن معاملة وحسن لقاء، أيضا هنيها بهذه الصفات الجيدة حتى ندع الباب مفتوحا لمفاوضات قريبة ومعها تمني استمرار التعاون لما فيه خير الطرف. النقطة التالية بعد ذلك استراتيجية التفاوض الفعال. هي عندي أكثر من نوع فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يمكن استخدامها في التفاوض. طبعا أعتقد أن عرفت لكم قبل كده الاستراتيجية. الاستراتيجية هي العلم والفن، هناك أكثر من تعريف. كلمة استراتيجية إذا أضيفت لأي عبارة تغير معناها كما اتفقنا أبناء وبنات. هي العلم والفن الخاصان باستخدام القوى المسلحة، لأن أول ما ظهرت الاستراتيجية كمصطلح ظهرت في العلوم العسكرية لدول محاربة لتحقيق أهداف الحرب، أو أنها العلم والفن الخاصان بالقيادة العسكرية واللذان يتوصل بهم لمجراها تعدو في معركة
في ظروف مواتية. ده أبسط تعريف الاستراتيجية في بداية ظهورها. هذا هو تعريف الاستراتيجية بوجه عام، لأنه في مطلع القرن العشرين، القرن الماضي، احنا دلوقتي أبناء وبنات القرن 21، بعد تطورت العلوم والصناعات والعلاقات الدولية ونشأت المشاكل في كل حقل ومجال، استدعت لحل كل منها إجراء مفاوضات للوصول إلى قاسم مشترك للوقع. يبقى لابد من التفاوض بشكل استراتيجي، لابد من وضع طرق استراتيجية طويلة المدى للوصول إلى تفاوض فعال بين هذه الشركات وهذه المؤسسات وحتى الدول. استخدمت كلمة استراتيجية في كل مشروع يتعلق بالوصول إلى أهداف معينة. وبمعنى آخر، أن الاستراتيجية هي الوسائل التي تعتمد على التقدير والتنسيق السليمين للهدف والوسائل المتاحة. فلا بد للهدف أن يكون متناسقا مع هذه الوسائل، كما أن كل وسيلة تستخدم لبلوغ أهداف ثانوية ينبغي أن تكون متناسقة مع تلك الأهداف. النقطة جيم، لا بد من الإشارة إلى أنه في مجال التفاوض يجب التنبيه إلى أن الإسراف في الوسائل قد يجلب الضرر مثلما يجلبه النقص تماما. يعني مش عاوز نكثر الوسائل ولا نقلل هذه الوسائل، يجب خير الأمور الوسط. وبكلمة مختصرة، أن الاستراتيجية السليمة في ميدان التفاوض يجب أن تكون تتميز بصفات معينة مرنة، يعني قابلة للتغيير والتعديل، باعتبارها الصلة الضرورية بين تحديد المقاصد والأهداف وإجراء البحث، لابد من جمع المعلومات عن هذه القضية وهذه المشكلة والمشروع في العمل التفاوضي لتحقيق النتيجة المرجوة من هذه العملية التفاوضية. دال وأخيرا نشير إلى أن كل مشكلة تكون موضوع للتفاوض لها استراتيجية خاصة بها. عشان كده لو جيت قلت لك هناك استراتيجية واحدة يمكن اتباعها في التفاوض في كل الموضوعات، العبارة خطأ. لا، تختلف الاستراتيجية باختلاف الموضوع والهدف، ولا يمكن أن تستعمل استراتيجية لموضوعين مختلفين وهدفين متناقضين. فهناك في مجال التفاوض أنواع من الاستراتيجيات، منها على سبيل المثال استراتيجية التوقيت، استراتيجية الصبر، استراتيجية الأمر الواقع، استراتيجية المفاجأة، استراتيجية المساومة، وعدد ولا حرج. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في عملية التفاوض، ولكل نوع من هذه الاستراتيجيات هدفه الأوحد. الأول الكسب والفوز للوصول إلى الغاية التي تؤمن نجاح المفاوضات ووصول الوفد إلى تحقيق الاتفاق الذي من أجله جرت المفاوضات أصلاً. يبقى لابد يكون في كل استراتيجية لها هدف، تحقيق الكسب والفوز للفريق بتاعها، للشركة، للمنظمة، للمؤسسة، للدولة. وعموماً يوجد العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في عملية التفاوض، لكن أنا هنا سوف أتناول بإيجاز اثنين منها. استراتيجية الكسب الخاسر رقم واحد، اللي هي ون أند لوز، يعني الكسب والخسارة أو الكاسب والخاسر، المكسب والخسارة. تتمثل في إيه بقى هذه الاستراتيجية؟ إن الحل يميل لطرف دون آخر. وفق هذه الاستراتيجية، إن الحل يميل لطرف دون آخر. اثنين، إقناع الطرف الآخر بالتنازل والقبول. ثلاثة، فرض الحل على الطرف الآخر ولو بالقوة. بس لو جيت سألتني بعد ما نعرف حتى الاستراتيجية الثانية دلوقتي مباشرة، هل الاستراتيجية دي صحيحة؟ أنا من وجهة نظر أقول لك لا، فيها صعوبة، لأنه معنى كده أن هناك طرف يحقق مكاسب على حساب الطرف الآخر، وطبعا أكيد أن هذه المفاوضات لا يوجد فيها تكافؤ في القوة بين الأطراف المتفاوضة في عملية التفاوض، لكن هذه موجودة. الاستراتيجية الثانية هي حل المشكلة solve the problem، وتقوم على تحليل المشكلة وأسبابها. احنا عرفنا ابناء وبناتي قبل كده ان تحليل المشكله ده زي ما قلنا على الاقل هو نصف الحل، معرفه اسبابها 75% من الحل، وقيد يكون هناك زي ما قلنا تحديد المشكله ومعرفه اسبابها 100% من الحل. ثم وضع الحلول الممكنه لهذه المشكله، لهذه القضيه، وضع الحلول الممكنه لهذا النزاع، لهذا الخلاف. ثم اختيار البديل، خلوا بالكم مهم جدا هنا، الذي يرضي أو يوافق رضا الطرفين، نرضي الأطراف المتفاوضة. أعتبر أن هذه الاستراتيجية هي أفضل كثير من الاستراتيجية السابقة لها. ده مثالين بسيطين لأنواع الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في المفاوضة. تعالوا كده نشوف الفرق بين الاستراتيجيتين دول، الكاسب الخاسر واستراتيجية حل المشكلة. بص كده معايا، سلوك غامض يقابله سلوك واضح، فيه عدم ثقة وتعاون، فيه ثقة وتعاون، فيه طرف ثالث غير محايد، فيه طرف ثالث محايد، فيه الخلاف كمكسب أو خسارة، الخلاف مشكلة مشتركة،
في أهداف خاصة، في أهداف مشتركة. حل يميل لصالح طرف واحد، ده حل يميل لصالح الطرفين. قوة غير متكافئة زي ما اتفقنا، وفرض قوة، هنا في توازن في القوة. تصلب في المواقف، فيه مرونة، سهولة في التعديل والتغيير في المواقف. فيه مغالطة أو تهديدات، فيه معلومات صحيحة. إذن هذه هي أهم الفروق بين استراتيجية الكاسب الخاسر أو استراتيجية حل المشكلة. أنا أتصور المشكلة الثانية أفضل كثيرا من الأولى في عملية المفاوضة. عشان كده فيه مزايا وعيوب لكل من هاتين الاستراتيجيتين. مزايا عيوب الاستراتيجية الأولى الكاسب الخاسر أنها قد تحقق منافع آنية، كلمة آنية يعني لحظية يعني وقتية، ولكنها لا تبني ثقة ولا تعاون مستقبلي فيها، كما أنها تعطل الاتصال والتفاهم وقد تزيد من صعوبة الوصول إلى اتفاق. دي الاستراتيجية الأولى هي الكاسب الخاسر. أما أهم مزايا وعيوب الاستراتيجية الثانية اللي هي حل المشكلة، تتمثل فيه أول حاجة تحقق منافع مستقبلية وآنية يعني بعيدة المدى ولحظية أيضا، تساعد في بناء الثقة عكس الأولى، تزيد من التفاهم والاتصال، تسهل الوصول اتفاق بين الأطراف، تجد أكثر من بديل مناسب للحل، لكنها الصعوبة بتاعتها الوحيدة تحتاج إلى توافر المعلومات الصحيحة والشاملة عن الخلاف أو المشكلة. وطبعا دي شيء مهم زي ما قلنا، لأنه لا يمكن الوصول إلى حل أي مشكلة إلا بناء على معلومات صحيحة لدى أطراف هذه المشكلة. بعد كده ملاحظات عامة حول عملية التفاوض. الاجتماع الرسمي الأول مهم جدا أبنائي وبناتي بالنسبة للوفدين المتفاوضين لتسهيل المحادثات والمناقشات، ويجب أن يكون مكان المفاوضات لائقا ومريحا ومجهزا. ففي هذا الاجتماع بعد تبادل التحيات وأجراء التعارف نبدأ بتعيين الناطق الرسمي لكل وافد مفاوض. يعني ما ينفعش كلنا متحدثين رسميين أبناء وبناتي، لأن لسه لكم حالا حتى في الجلسات لابد أن يكون هناك رئيس لكل جلسة، لابد أن يكون هناك متحدث رسمي لكل وفد. ما ينفعش كلنا كده كنا 20 واحد في الوفد كلنا نتحدث، لا، هناك واحد يتحدث باسم المجموعة باسم الوفد التفاوضي، ولابد يكون تحديده. بعد الاتفاق على جدول الأعمال وتحديد موضوعات النقاش وأولويات الموضوعات المطروحة للحوار يمكن الاستمرار في الجلسة لمتابعة البحث، ولكن خلي بالك من الأصح أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة لتناول المرتبات والاستراحة. اللي احنا بنعملها احنا في المحاضرات بتاعتنا او في الدوريات او في اي شيء احنا بنعمله حتى في المجلس. وفي هذه الفترة يزيد التعارف بين اعضاء الوفدين وتلطيف الاجواء النفسية السعادة للعمل للوصول الى اتفاق. لما كان الهدف من عملية التفاوض هو الوصول الى اتفاق يرضي الاطراف المتفاوضة، فالمقترحات الواضحة المعالم والمحددة الاهداف قد تختصر وتساعد على الوصول الى اهداف ايجابية باسرع وقت ممكن، ويمنع الدخول في مناقشات ومجادلات جانبية. ما ينفعش أثناء عملية التفاوض ندخل في أشياء فرعية قد تشتت عملية القضية الأساسية، تضر ضررا أكيدا بعملية التفاوض وسيرها الطبيعي. أيضا النقطة الثالثة، الطرف الذي يقدم مقترحاته واضحة ومدروسة ومحددة يمسك عادة بزمام الأمور كما اتفقنا، بزمام المبادرة. المقترحات غير العلمية إذ لم أقل عشوائية قد تطيل فترة التفاوض. إذا كانت المفاوضات غير واضحة بالنسبة لينا أو الطرف هنا مش عارف إيه أهدافه وهي غير واضحة وغير مدروسة، فهنا تبقى لقسم مقترحات عشوائية ويمكن أن تطيل عملية التفاوض ويكون لها نتائجها السلبية حتما. يجب أن تكون المقترحات داخلة في صلاحيات مقدمها زي ما اتفقنا في سابقا أبنائي وبناتي، لابد الطرف المفاوض أن تكون له صلاحيات لاتخاذ قرارات معينة وتنفيذ هذه الزبون النقاط التي تم الاتفاق عليها، ويجب أن يظهر المفاوض تفهما لمصالح الطرف الآخر. النقطة الرابعة، يجب أن يعد الوفد المفاوض أكثر من بديل المقترحات، يبقى عنده أكثر من حل في نفس المعنى والمحتوى ولكن بصيغ عرض مختلفة، يعرضها بشكل مختلف. ولا شك أن المقترحات الواضحة تدفع الجانب الآخر إلى ردود فعل إيجابية واضحة. أيضا يجب التشدد في المبادئ والمطالب العامة والتسامح في الخصوصيات وتحديد الشروط اولا، وعدم فتح المجال او فسح المجال لاي غموض فيما يتعلق بهذه المبادئ والمطالب العامه. التوقيت الديدلاين بتاع المفاوضات مهم بالنسبه للطرفين. بعد استعراض جدول الاعمال يجب الاتفاق على توقيت المفاوضات، وهذا يتغير بالنسبه لنوع التفاوض ولكل موضوع من مواضيعه. النقطه السابعه،
يجب الاهتمام باستمرارية أعضاء الوفد المفاوض، يعني مش كل شوية نغير الأعضاء اللي عندي في الوفد، إلا إذا كان هناك لا قدر الله ضرورة لذلك صحية أو غيره تضطر معها إلى تغيير أحد أعضاء الوفد. لكن المفروض يجب الاستمرار أعضاء الوفد قدر الإمكان وطول مدة التفاوض. إن الحصول على المعلومات والبيانات واستخدامها من الركائز التي تهم كل وفد مفاوض، وتعد من الوسائل الكفيلة بإنجاح كل تفاوض. وقديما، خلوا بالكم، منذ عدة سنوات قيل اعرف عدوك، ده في الماضي، لكن احنا الآن نقول اعرف خصمك أو منافسك أو محدثك. هذه المعرفة ضرورية ولا تكون إلا عن طريق جمع المعلومات عن كافة أعضاء الوفد المفاوض وعن وظائفهم الحقيقية. لازم نعرف الناس اللي جايين يفاوضوا معايا دول مين، وظائفهم إيه، معلوماتهم إيه، خلفيتهم العلمية، خبراتهم. والمهم أن يعلم المفاوض أي من المعلومات يحتاج، أنا عاوز أي من المعلومات عشان هذه القضية وهذه المشكلة، وأين يجدها، وكيف يستخدمها، وكيف يستغني عن قسم كبير منها لكونها لا علاقة لها بموضوع التفاوض. ده كلها أشياء مهمة. النقطتين الأخيرتين في هذه الملاحظات العامة، من الممكن تحديد المصادر العامة للمعلومات بالبيانات المستقاة بشكل الاقتصادية المختلفة والبيانات المالية للشركات في تقريرها السنوية. لو أنا عاوز نجمع بيانات عن شركات ومؤسسات، في نشرات اقتصادية بتصدر عن كل هذه الشركات بشكل دوري، قد يكون كل 6 شهور وقد تكون سنوية، والمعلومات عن هذه الشركات والدراسات الفنية تنشر بين آن وآخر. كما أن هناك بيانات أيضا تصدر عن الحكومات ومنظمات دولية، تصدر الحكومات والمنظمات الدولية أو إقليمية مهتمة بالشؤون المصرفية والاقتصادية. وهناك المعلومات السياسية أيضا عن طريق الجهاز الدبلوماسي وجهاز المخابرات، وكل هذا يفيد في عملية التفاوض. دي كلها ملاحظات أبنائي وبناتي أولية عن عملية التفاوض. وبناء على ما سبق، فإنه يمكن القول نستخرج أو نستخلص من هذه المقدمات العشرة اللي احنا تناولناها آنفا أنه بالفعل أساليب التفاوض تختلف باختلاف الثقافات. نعم، التفاوض في الشرق الأوسط غير التفاوض في الغرب، غير التفاوض في جنوب شرق آسيا، يختلف اختلاف الثقافات التي تدين بها هذه المجتمعات أو الموجودة في مثل هذه الدول. عملية التفاوض هي انعكاس الثقافات والأنماط السلوكية. نعم. النقطة الثالثة، عملية التفاوض تتأثر بالصفات الشخصية والفلسفة الإدارية والتنظيمية السعيدة بالمنظمة والمجتمع. بالتأكيد، إذن يجب أن نفرق بين 3 أمور مهمة ونحدد ونحن بصدد عملية التفاوض، وهي الاستراتيجية التفاوضية والسياسة التفاوضية والتكتيك التفاوضي. هل الثلاثة واحد؟ تعالوا كده نشوف. أقول لك لا، فيه اختلاف بالاستراتيجية التفاوضية والسياسة التفاوضية والتكتيك التفاوضي، لكن كلاهما يكمل الآخر، ما تغنيش واحدة عن الأخرى، خلوا بالكم. تعالوا كده نشوف النقطة الأولى، الاستراتيجية التفاوضية، وهي الإطار العام الذي يحكم السلوك التفاوضي. وعادة ما نركز على أهداف بعيدة المدى، إذا كان قلنا استراتيجية وبعيدة المدى، وبمعنى آخر الإطار العام الذي يحدد الطريق والمسار والمنطلقات الأساسية للعمل والمهام التفاوضية. وأمثلتها 9 هي: أول حاجة استراتيجية التكامل بين أطراف المتنازعة، استراتيجية تطوير التعاون الحالي، استراتيجية تعميق العلاقة القائمة، استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده لمجالات جديدة، يعني نوسع التعاون بين الأطراف التي دخلت في هذه المشكلة أو أطراف التفاوض الحالية، استراتيجية الانتهاك أو الاستنزاف، استراتيجية التشتت، استراتيجية إحكام السيطرة، استراتيجية الدحر، استراتيجية التدمير الذاتي أو الانتحار. كل هذه أو كل نوع من أنواع الاستراتيجيات أبناء وبناتي يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، بس نحن هنا بصدد نتحدث عن معرفتها فقط ولا أدخل في هذه التفاصيل عشان دي مجالها، كل واحد تحتاج محاضرة أو محاضرتين على الأقل. السياسة التفاوضية هي شيء مكمل للاستراتيجية اللي اتكلمنا عنها، وهي مجرد إطار عام حاكم لكل جلسة والموسط حق الاستراتيجية التفاوضية، فهي تعد أقصر زمنا، ونذكر منها 10 سياسات. أول حاجة سياسة الاختلاق التفاوضية، سياسة الجدار الحديدي، سياسة التعميق التفاوضية، سياسة التعتيم، سياسة التوسع التفاوضية، سياسة التضييق، سياسة إحداث التوتر، سياسة الاسترخاء، سياسة الهجوم التفاوضي، سياسة الدفاع. نلاحظ أيضا أبنائي وبناتي، يبقى عندنا أكثر من نوع من الاستراتيجية وأكثر من نوع من السياسات، ثم أيضا عندي النوع الثالث وهو التكتيك التفاوضي المرحلي. كلمة تكتيكية يعني مرحلية أبنائي وبناتي.
وهو يرتبط بعمليه تنفيذيه ومناورات تخدم الاستراتيجيه وتخدم السياسه ايضا. فهو تحرك جزئي محدد مسبقا والتصرف الوقتي الذي يستدعيه الموقف التفاوضي، ومن ثم فهو الاقصر زمنا والاقل شمولا من كل من الاستراتيجيات والسياسات. ومن امثلته اي من امثله التفاوض ده عندنا 10 انواع من التكتيك، هي تكتيك كسب الثقه والاحترام المتبادل. انا لازم اوحي للطرف الاخر ان انا نكسب ثقته وانا بحترمه، ولابد يكون فيه تبادل لهذا الاحترام وهذه الثقه. تكتيك اثاره الشهيه للمفاوضات، تكتيك الطيب والشرس، لابد اظهر احيانا ان انا بنوع الطيب واحيانا بنوع الشرس، يعني التشدد واللين في نفس الوقت. تكتيك الاشعار بالذنب وتأنيب الضمير، هذا ايضا تكتيك يستخدم اثناء المفاوضات. ثم رقم 5 تكتيك عكس الاتجاهات وتغيير المواقف. رقم 6 تكتيك تجزئة المجموعات الكلية. رقم 7 تكتيك تجميعة الجزئيات الفرعية. رقم 8 تكتيك الإخفاق والإظهار. رقم 9 تكتيك التهوين والتهويل. رقم 10 تكتيك التشويش والتضليل. إن لا قدر الله نضلل المعلومات أو نشوش المعلومات على الطرف الآخر حتى يقدم تنازلات في هذه القضية أو تلك. النقطة التالية بعد ذلك أبنائي وبناتي شروط التفاوض. تتعدد شروط التفاوض مثلتها 7 شروط. أول حاجة القوة التفاوضية، مدى السلطة والتفويض الذي تم منحه للمفاوض. احنا عارفين أبنائي وبناتي من يقوم بعملية التفاوض لابد أن تكون لديه سلطة لتنفيذ ما تم التفاوض إليه، لابد تكون منحت له سلطة من الجهة التي يمثلها عشان يفوض أو يفوض فيما تم الاتفاق إليه وينفذه فيما بعد. المعلومات التفاوضية التي تجعله يجيب على الأسئلة محل التفاوض، لابد يكون عنده معلومات. أنا ما نروحش في وفد التفاوضي وما يكونش عندي أي معلومات، ما عرفش أتكلم في دعم التفاوض. القدرة التفاوضية، وذلك عن طريق الاختيار الجيد لأعضاء الفريق. مش أي حد أبناء وبناتي يمكن أن يكون معلومات التفاوض. هذا الفريق التفاوضي لابد أن يتم اختياره بعناية وتحقيق الانسجام بينهم وتدريبهم ومتابعتهم وتوفير كافة التسهيلات لهم. يعني ما ينفعش أبنائي وبناتي احنا نروح في فريق تفاوضي وكل واحد له وجهة نظر مختلف عن الآخر، سواء كان يمثل الشركة أو يمثل الدولة أو يمثل المجتمع أو يمثل قبيلة معينة. لا، المجموعة التي تذهب للتفاوض لابد أن تكون من أفضل المجموعات أو العناصر الموجودة في هذه المؤسسة، وأيضا تم اختيارهم بشكل جيد وأنهم منسجمين. ولابد أيضا على الإدارة أن تدربهم وتتبعهم وتوفر لهم كافة التسهيلات التي تدفعهم إلى تحقيق التفاوض، زي ما قلنا النجاح من التفاوض. الشرط الرابع الرغبة المشتركة لدى أطراف التفاوض في التوصل لاتفاق. يعني ما ينفعش أحد الأعضاء عاوز يعمل اتفاق والتاني يقول لا اتشدد. لا، لابد الكل يبقوا متفقين، ولابد الكل زي ما قلنا يتحدث واحد فقط باسمهم زي ما اتفقنا، ولو متحدث باسم الواحد ما ينفعش كل واحد يبقى له رأي مختلف. يبقى الرغبة المشتركة لدى أطراف التفاوض والتوصل الاتفاق. الشرط الخامس المناخ المحيط بعمل التفاوض، المناخ التفاوضي وله جانبان. الأول أن تكون القضية التفاوضية ساخنة وتحظى باهتمام وشركة وتفاعل جميع الأطراف. ما ينفعش احنا نعمل لا قدر الله تفاوض في قضية للأسف ثانوية ما لهاش قيمة ولا اعتبار. أنا عاوز قضية تكون مهمة، قضية تهم الشركة أو المنظمة وتهم كل الأطراف. لو أنا تحدثت عن قضية مثلا تهم شركة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 لابد تكون فعلا قضية مهمة وساخنة بالمعنى المتعارف عليه في المفاوضات. النقطة الثانية أن تكون المصالح متوازنة بين العملية التفاوضية. ما ينفعش لا قدر الله، لأنه خلوا بالكم لو أي طرف ما ليش مصلحة من التفاوض عمره ما يدخل على التفاوض. أي واحد فينا أو أي واحدة لو ما لهاش مصلحة في عملية التفاوض هتدخل فيها؟ أقول لك لا. الشرط السادس التوازن في القوة، وهذا الشرط لابد أن يتوافر في عملية التفاوض، لأن عدم توافر هذا الشرط يؤدي إلى اتجاهات سلبية أو كراهية نحو الأطراف نحو الطرف الأقوى. زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش شركة محلية تتفاوض مع شركة دولية ونقول والله هذا فيه تكافؤ في عملية التفاوض. أيضا فيما يتعلق بتوازن القوى إذا لم يكن موجود فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيير النوايا الحسنة لدى الطرف الأضعف. الطرف الأضعف قد يتحول للأسف إلى مشاكس إلى عنيد وبالتالي يستمر الصراع. الشرط السابع والأخير في عملية التفاوض تحديد المفاوضين. من هؤلاء الذين يقومون بالتفاوض؟ حسب التأكد من تساوي الطرفين المتفاوضين في المسؤولية والصلاحيات. ما ينفعش يبقى طريق عنده صلاحيات والفريق الآخر لا توجد لديه صلاحيات.
ما ينفعش فريق عنده مسؤوليه والفريق الاخر ليس لديه مسؤوليه. وعلى الوفد المفاوض التاكد ايضا من الطرف الاخر له الصلاحيه الكافيه للبت النهائي يعني في التوقيع في الموافقه على الاتفاقيه التي تتم التوصل اليها نتيجه المفاوضه. هذه هي 7 شروط يجب ان تتوافر في عمليه التفاوض. اهم صفات المفاوض الناجح حقيقي، ودي اخر نقطه عندي ابنائي وبناتي في المحاضره، لابد المفاوض عشان ينجح في المفاوضات بتاعته لابد ان يتوافر فيها على الاقل 20 خاصيه، ودعوني معلش هي كثيره، لكن انا عاوز المفاوض بتاعي ده فعلا يحقق اكبر قدر من المنافع للمؤسسه بتاعته، للمجتمع بتاعه، للشركه بتاعته. عشان كده بتشدد جدا في ضروره توافر هذه الصفات في من يقوم بعمليه التفاوض. هناك العديد من الخصائص التي يجب تتوافر في رجل التفاوض الناجح حتى يستطيع ان يقوم بوظيفته التفاوضيه خير قيام، وهذه الخصائص تتكامل مع بعضها البعض لتضع الإطار العام والخاص لشخصية رجل التفاوض، وتجعل منه صالحا للقيام بعمل التفاوض التي تسند إليه. يعني مش معنى كده أبنائي وبناتي مش أي واحد ينفع في التفاوض، مش أي واحدة تقدر تنجح في التفاوض. أنا هضرب لكم مثل واحد واقعي أنا شفته بعيني، رئيس المفاوضات التي تمت مع الفارق في التشبيه، أنا بتكلم هنا عن مشكلة دولية كانت بين مصر وإسرائيل، التفاوض حول منطقة من الأراضي المصرية تسمى طابة في سيناء الحبيبة. سيناء هي جزء من الأراضي المصرية. آخر حاجة تمسكت بها إسرائيل كان قضية طابة، جزء من الأراضي المصرية في سيناء تمسكت بها إسرائيل وتنازلت عن كل الأراضي مع هذا الجزء. دخلنا في مفاوضات لمدة 6 سنوات مع الجانب الإسرائيلي. كان رئيس المفاوضات، وده المهم بالنسبة لي، كان رئيس المفاوضات أستاذي وأستاذ كرسي المنظمات الدولية في الجامعات المصرية، أستاذ الدكتور عز الدين فوضى رحمة الله عليه. هذا الرجل كان هو رئيس الوفد المصري في المفاوضات مع طبعا مشاهير عصمت عبد المجيد، يعني مشاهير من الكثيرين في السياسة الدولية والعلاقات الدولية. ليه أنا بقول لك؟ لأنه لابد يكون هذا الوفد أعضاؤه متميزون قادرون زي ما قلنا على الإبداع والابتكار والتجديد والمرونة، وتوافر بهم خصائص معينة تمكنهم من تحقيق زي ما قلنا أفضل المكاسب لدولتهم، لمجتمعهم، لشركتهم. وبالفعل هذا الفريق، المثل الواقعي ضربته لحضراتكم، استطاع أن ينجح في كسب قضية طابة دوليا، لأن إسرائيل رفضت تتنازل عن القضية، وما لم يكن قدامنا إلا حل واحد، أما الدخول في المفاوضات واللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وده اللي تم بالفعل، أو الدخول في حرب مسلحة مع إسرائيل مرة أخرى. وقد للأسف كنا وقعنا اتفاقية سلام معاه في عهد الرئيس السادات رحمة الله عليه. لكن عشان فعلا الصفات الجيدة لدى الفريق المفاوض المصري نجح أنه يقنع الإدارة الإسرائيلية أو الوفد المفاوض الإسرائيلي، وفي النهاية تم بالفعل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ولله الحمد تم كسب القضية دوليا، وحكمت المحكمة بضرورة رجوع طابة إلى الأراضي المصرية وإلى السيادة المصرية. ده نتيجة تميز الفريق المفاوض المصري. تعالوا أبناء وبناتي نشوف أهم هذه الخصائص الموجودة عندنا. يمكن القول أن عملية التفاوض تحتاج إلى خصائص ومهارات معينة في من يقوم بها، ولعل هذا يفسر لنا أن كل موقف تفاوضي يحتاج إلى طريقة معينة لمعالجته والتعامل معه. ومن هنا فقد أصبحت عملية التفاوض عملية احتراف متعالية الجوانب والأبعاد، يتم داخلها تخصص معين، وأهمها ما يلي 20 خاصية عندي للمفاوض في عملية التفاوض. أول حاجة أن يكون مقتنع أولا بعملية التفاوض قبل إقناع الآخرين.
أنا لو دخلت في التفاوض لابد أن أكون مقتنع بها قبل ما نحاول إقناع الآخرين. استخدام كافة الأساليب في التفاوض وكسب نقاط التفاوض كلما أمكن، يعني نستخدم كل الاستراتيجيات وكل السياسات وكل التكتيكات لكي يمكن بالفعل كسب نقاط التفاوض كلما أمكن ذلك، ولا نضع فرصة تفوت علي من قبل الأطراف الأخرى. ثلاثة، ضرورة تهيئة الطرف الآخر وإعداده نفسيا لتقبل الآراء. يعني لا نترك الطرف الآخر للأسف يسرح مني بعيدا أو يشرد مني بعيدا، لابد أن نكون قادر فعلا على تهيئته وإعداده نفسيا لتقبل الآراء التي أريد أن أحققها وأوصلها إليه. التفاوض الدائم ومقابلة الثورات العارمة والانتقادات الظالمة أحيانا برباط الجأش والهدوء المطلق والعقلانية الرشيدة. يعني من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما ينفعش واحد لقدر الله متسرع أو واحد عنده لقدر الله زي ما قلنا يعني عصبية يروح يدخل في تفاوض وحقق للأسف نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتفاوض، هذا صعب. النقطة الخامسة، التجديد المستمر في طرق وأساليب تناول الموضوعات. ما ينفعش يكون فيه رتابة وتكرار لأن يؤدي ذلك إلى الملل ويؤدي إلى هروب الطرف الآخر منك وابتعاده كثيرا عن عملية أو لب القضية التي من أجلها يتم التفاوض. عدم بدء الحوار التفاوضي بجملة استفزازية. ما ينفعش أبنائي وبناتي نبدأ الحوار بشكل لا قدر الله استفزازي أو نظرة عدوانية أو حركة تعبر عن الكراهية والتحدي والعدوان. أنا لسه ضرب لكم مثل، تفاوضنا مع إسرائيل لمدة عدة سنوات وتم استعادة الأراضي المصرية بعد ما توقف القتال سنة 74، دخلنا في المفاوضات الأولى والثانية والثالثة ودي كانت كلها مفاوضات لمدة حتى وصلنا توقيع اتفاقية سنة 79. يعني من 74 ل 79 كانت مفاوضات، وبعد ذلك أيضا سنة 82 رفضوا تسليم طابة، دخلنا في قضية التحكيم ولله الحمد زي ما قلت لحضراتكم نتيجة تكوين وفد مصري صحيح استطعنا أن تحكم المحكمة الدولية في لاهاي لصالح القضية المصرية وتم استعادة الطابة. التحلي بالمظهر الأنيق في كافة الجلسات الرسمية للمفاوضات. ما ينفعش لقدر الله واحد فينا لو دخل في مفاوضات أبنائي وبناتي يذهب كده بأي لبس، لا، لابد من التحلي بالمظهر الأنيق في كافة الجلسات الرسمية للمفاوضات ثم الاستمتاع بالعمل التفاوضي. يعني خلوا بالكم أي واحد أخواننا حب عمله، أي حاجة تعملها حبها سوف تعطيك، أي حاجة تقوم بيها ما تعملش الأشياء وأنت مكره. إذا أنت عملت جرب كده في أي شيء، إذا أقدمت العمل شيء وأنت مكره عليه تأكد أن للأسف تأديه بأسوأ شيء ممكن، لكن لابد أن تستمتع بالعمل التفاوضي وتستزيد زي ما قلنا كلما حققت نقطة بحب أن تحقق نقطة أخرى. الصفة التاسعة، عدم الانخضاع بظاهر الأمور والاحتياط دائما على عكسها. النقطة العاشرة، لا تبدأ التفاوض أبدا دون أن تكون مستعدا له. أنا ما نسافش للتفاوض وأنا لقدر الله مش مستعد، ما عنديش أي خلفية عن المشكلة، ما عنديش دراسات، ما عنديش أبحاث، ما عنديش معلومات. الصفة الحادية عشر، التمسك بالثبات الدائم وهدوء الأعصاب. لا قدر الله مش حد يستشيطك غضبا يستفزك، لا، احنا مش عارفين الحديث عندنا ابنائي وبناتي بيقول لا الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. حد استشارك وانت يستسيرك بكلمة عشان تفقد اعصابك يؤدي الى حدوث مشكلة ثم بعد ذلك يجيب عليك الحق وهو اللي ينتصر عليك في النهاية، اقول لك هذا خطأ كبير. الصفة الثانية عشر، عدم الاستهانة بالخصم او بالطرف المتفاوض معه. لا تستهين بالخصم ابدا ابدا في اي مفاوضه، لا تسرع في اتخاذ قرار واكسب وقتا للتفكير. دائما احنا قلنا في العجله الندامه في التاني السلام. النقطه 14، ان تستمتع اكثر ان تستمع اكثر من ان تتكلم. يمكن دي مرت علينا قبل كده وابناء، اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب، واذا تكلمت فلا تقل شيئا له قيمه خلال المفاوضات التمهيديه. يعني كل الكلام كده كلام عام ما يقعش من الواحد حاجة قدر تكون قيد أو شرط عليه. الشرط 15 أو الصفة 15، ليست هناك صداقة دائمة ولكن هناك مصالح دائمة بين الدول وبين الشركات إلى آخره. النقطة 16، الإيمان بصدق وعدالة القضية التفاوضية. لابد تكون أنت عارف تحقق شيء أنت لك حق فيه ولا بد أن تكسب الطرف الآخر أيضا. النقطة 17، الحذر والحرص أو عدم إفشاء ما لديك دفعة واحدة. النقطة 18، لا يحفظ أسرارك أحد سوى شفتيك. لو السر طلع منك
خلاص أنت أصبحت غير متحكم في هذا السر، في هذه المعلومة. عشان كده لابد كل واحد فينا يحفظ أسراره، خاصة إذا كانت مفاوضات مهمة من اسم الشركة أو المؤسسة أو الدولة أو المكان. الصفة 19، يجب أن تبني تحليلاتك ومن ثم قراراتك على الوقائع والأحداث الحقيقية، ولا يجب أن تبني على التمنيات. ما ينفعش أبدا أبنائي وبناتي أن تكون قراراتي مجرد تخيلات بدون معلومات أو بدون أحداث ومعلومات صحيحة. النقطة 20 والصفة 20 والأخيرة التي يجب أن تميز بها المفاوض، أن تتفاوض من مركز قوة، ولا يأس في التفاوض ولا هزيمة دائمة فيه. المثل العام بيقول لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. أنا أتصور أبنائي وبناتي لو ضربنا مثل واقعي للتفاوض الذي يمكن أن يحدث، يمكن أن يحدث أو قد يحدث، لأنه قد للتقليل، بين إسرائيل مثلا الآن وبين سوريا على الجولان. أعتقد أن هذا الخاصية الخامسة والأخيرة، هذا التفاوض لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت سوريا في موقف قوة، لأنه في عندنا قاعدة بتقول، ولابد نكون عارفينها كلنا هذه القاعدة، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ما أخذ عنوة لا يسترد إلا عنوة، خاصة مع الجانب الإسرائيلي اليهود أيا كانوا أيا هم. إذا كانت إسرائيل عاوزة تتفاوض لابد يكون عندها قوة، ولا بد أن تكون إسرائيل تحت ضغط ستريس. لكن تخيل لو إسرائيل لم تقع تحت هذا الضغط لن تتنازل عن أي شبر من الأراضي التي احتلتها، خاصة إذا عرفنا أن الجولان هضبة استراتيجية، من يحتل الجولان رغم صغر مساحتها يستطيع أن يكشف كل سوريا وكل الأراضي الإسرائيلية المحيطة بهذه المنطقة. أتمنى أبنائي وبناتي أن يكون عندنا قدرة على التفاوض، ونمثل شركاتنا ومؤسساتنا ودولنا إذا ادعى الأمر، أن نكون فعلا خير ممثلين لهذه الشركات وهذه المؤسسات ودولنا أيضا. وأتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، وشاكر لكم حسن الاستماع، ونشوفكم إن شاء الله في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.